21. نتمنى طبعا للكابتن ربيع ياسين والكتيبه اللي معاه من المدربين التوفيق خلال الفتره الجايه. معانا على التليفون دلوقتي الكابتن ربيع ياسين. ازيك يا كابتن ربيع؟ كابتن اسامه صحتك، اهلا بيك، ازي احوالك؟ طمن بقى كل جماهير مصر على مستقبل الكره المصريه منتخب الشباب. وانا عندي معسكر لمده 10 ايام ان شاء الله، في ثلاث مباريات ان شاء الله تعالى. احنا بنعمل طبعا جيل مصر، الموضوع يعني بنشوف طبعا، يعني في اوقات ان انا بلف طبعا عند الدوري، بشوف الدوري، بشوف الماتشات، بشوف المواليد، وفي نفس الوقت احنا شغالين في البناء، يعني في بناء لاعب ان شاء الله يكون امل مصر بامر الله، عن طريق طبعا التدريبات. انا عملت لهم قبل الانضمام للمعسكر قياسات وتحاليل، وشغال، لان موضوع التغذيه ده مهم جدا جدا يا كابتن اسامه. تمام. زائد موضوع بقى التدريبات، ان انت بتشتغل على انك تكرارات كثيره جدا وتصحيح تكرارات وتصحيح، وفي نفس الوقت بحاول خبرات بياخدوها عن طريق السلبيات والايجابيات والماتشات، بنقول لهم اخطائهم، وبنشتغل يعني الشغل كله يعني كتير جدا عشان نقدر نصنع لاعب دولي يقدر بامر الله تعالى يعمل نتائج كويسه ان شاء الله تعالى. هل الكابتن ربيع ياسين استقر يعني على الاقل بنسبه 60 70% من القوام الرئيسي اللي ممكن يكون موجود في منتخب مصر؟ لا طبعا يا اسامه، لسه انا ده ثالث معسكر ليا ب 10 ايام، يبقى 30 يوم. تمام. بوحدات تدريبيه، بمواعيد تغذيه، بمواعيد محاضرات، بمواضيع ماتشات، يعني في ثلاث ماتشات واثنين قبل كده، ادي خمسه، وماتش في معسكر اول، ادي ست ماتشات، دول ما يصنعوش لسه، القناعه لسه ما جاتش عندي في بعض من المراكز، تمام. اللي ممكن اكون استقريت عليها، انما طبعا ما فيش كتير جدا، لان انا بحتاج وقت واحب الوقت، والولد لازم اديله وقته في الانتقاء، وقته في الشغل، وقته في التدريبات، وقته في الماتشات يا اسامه، عشان اقدر اقول ده لعيب كويس يصلح او لا يصلح. تمام، مظبوط مظبوط. يعني حضرتك لسه في مرحله، طبعا عارف ان الوقت مهم جدا، والولد لازم تديله فرصته وياخد اكثر من فرصه عشان ما يظلموش باذن الله. طمنا بقى على لعيبه النادي الاهلي، خاصه ان حضرتك يعني تم اختيار عربي بدر، يوسف عبد القادر، محمود صابر، محمد المغربي. انا مختار اربعه من النادي الاهلي طبعا. تمام. هيثم وعربي ومحمود صابر ويوسف عبد القادر. تمام. دول اربعه طبعا، النادي الاهلي طبعا، النادي الوطنيه، ونادي مش يعني طبعا متعاون جدا جدا، مفيش كلام، والنادي الاهلي هو متصدر الجدول ومرشح بقوه انه ياخد الدوري طبعا، واكثر من لعيب كويس. تمام. ان شاء الله بدي فرصه للجميع يا اسامه ان شاء الله. انا عندي 13 نادي، عندي 25 لعيب من 13 نادي، بحاول ان شاء الله ادي الجميع فرصه، وبعد كده مش هيبقى معايا ان شاء الله تعالى الا اللعيب الدولي اللي هو قادر باذن الله ان يمارس بلاده على اعلى ما يكون، واحسن حاله فنيه بمشيئه الله تعالى ان شاء الله. ان شاء الله. كابتن ربيع ياسين المدير الفني لمنتخب الشباب، شكرا جزيلا لك. اتمنى طبعا الكابتن ربيع ياسين والجهاز المعاون ليه في المهمه، ودايما الكابتن ربيع ياسين معودنا دايما على النجاحات، خاصه ان كان ليه تجربه ناجحه قبل كده مع منتخب الشباب وقدم